تحبوش قوي اعمل لك محضر، عايز تنهي على البوفيه قبل افتتاحه؟ ترى يا ابني احنا معزومين زينا زيك. ابلة معزومين ولا انت تبع مين يا؟ انا تبع عم هيصة. هيصة ذكرتيلي روح الحبايب، هيصة لما نطقت اسمه طريت على قلبي يا امن. امن حاضر. خد الولد ده امسكه امسكه احسن بيهرب، امسكه امسكه ايوه حطه في اوضه الفيران وحرز عليه، وبعت لي 18 واحد امن يحرسوا البوفيه ده لحين افتتاحه. عايزاك تعمل كل احتياطاتك، كهرب السور، حط اجهزه انذار، اعمل اي حاجه، المهم اديني فرصه افتتحه واصور العروسه والعريس معاه. حاضر يا فندم. حقير ده انا حابب. الله 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 الله. ايه ست البلد مالها زعلانه ليه؟ لا ابدا، حاجات بسيطه بسيطه قوي تافهه بتنرفزني. اخص عليك كده اتاخرت برضو، اخص عليك. هو ابنودي ده مش زي ابنك؟ امال انت بتقول ايه؟ ابنودك وامه في عينيا من جوه وانا اقدر اتاخر برضو، بس ايه يا طبطه؟ ايه الحلاوه دي كلها؟ لا بجد حلوتي قوي قوي. انت شايف ان انا حلويت عشان شايفني بعينيك الجميله دي؟ ما تكسفنيش بقى. تعالى تعالى عشان نسلم على ابنودي وتبارك له. تعالى. ما انا جاي من هناك فعلا، سلمت عليه وعلى العروسه، بس بصراحه يا طمطم ما انبسطتش، مش عارف ليه كده انقبضت. انا عارفه انت اتقبضت ليه، انا عارفه طبعا. لما شفت هذه العائله الحقيره اتقبضت، لما شفت شكل العروسه المتلخبط ده اتقبضت. العروسه صعبه قوي قوي قوي. لا والله والعريس اصعب. يلا ربنا يجعلها اخر الاحزان. بقول لك ايه، ما تيجي ننفرد ببعض في ركن هادئ بعيد، عايز اسمعك، عايزك تحكي لي تفضفضي لي تقولي لي ايه اللي مضايقك يا طمطم. علم عبياه وسكته، اخيرا هلاقي حد افضفض له. وانا مش هلاقي حد ولا ايه؟ ما تكسفنيش بقى. واحد اتنين تلاتة. سي سي سي، في حاجة بايظة في الصوت يا جماعة؟ لا تمام تمام مظبوط. الحقيقة بنقول ألف مبروك للعروسين، والحقيقة أنا محضر جاتوه صغير قوي لأن العروسة حد يعيس عليا، فهنقول أبنودي. أيوة أبنودي. الناس هنا نايمة ليه؟ ها؟ عايزين تناموا؟ طب فين أهل العروسة؟ أهل العريس طيب؟ دكتور بيرم قال لي محدش جه صح. طيب نسمع، تحب تسمعوا ستات كتير؟ لا أنا مش سامع، أنا مش سامع، عايز أسمع. تسمعوا ستات كتير؟ طب يلا يا شادي ستات كتير؟ يلا I'm gonna go to the
يا صريح، ولما قلت اخيرا لقيت راجل يهتم بيا ويحبني ويونسني ويملى عليا حياتي، طلع بيضحك عليا وبيلعب بيا. انت اللي طول عمرك عبيطه يا طنط، بيندهك عليك باي كلمتين في الغيط. عندك حق، انا عبيطه وساذجه كاني عيله عندي 18 سنه، بس اعمل ايه؟ مش لاقي راجل يقف جنبي، مش لاقي حيطه تسند عليها، ماليش ضهر، وجوز الخيل اللي انا مخلفاهم دول ولا ليهم اي لازمه، ده انا لو جريتهم على بعد 10 شقق كانوا اهتموا بيا اكتر من كده. هم فعلا ملهمش اي لازمه، عيال كلاب جزم، مش مقدرين النعمه اللي ربنا اداها لهم. طمطم دي جوهره، اكتب بالله جوهره، بس عايز الله يحفظها ويصونها. كلامك حلو قوي قوي، بيهدد مشاعري يا صريح. من قلبي والله، والله من قلبي. طمطم عارفه انا 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 حاسس بايه دلوقتي؟ ايه؟ حاسس انك وحشاني. شوفي يا عادل قصادي، مفيش بينا نص متر، بس برضو وحشاني. طب ازاي دي تيجي؟ تيجي ام كلثوم قالتها، وحشني وانت صاد عيني، شغلني وانت بعيد يا بعيد. كلامك حلو قوي يا صريح، حلو قوي، مش لاقي ارد ارد عليك. انا مش عارف. طب وش احمر وش كده. يا باي ده وقته. الو يا عرفات، ايه بتقول؟ ايه كاس افريقيا؟ يا بيرة ما ينفعش ان انت بتعمله ده، حد من اهلي يشوفنا تبقى مصيبه. مصيبه ليه بس؟ احنا خلاص بقينا نسايب رسمي، وبعدين كلهم مشغولين جوه في الفرح. طب انت عايز مني ايه دلوقتي؟ طه عايز مني ايه؟ طه لا، احنا بينا اتفاق، العنابي كسب سبايدر مان وهتخرجي معايا زي ما اتفقنا. انا وردت نفسي يا ربي ولا ايه؟ وردت نفسك ليه بس؟ هستناكي بكره الساعه 6 على اول الحار. لا بكره ما ينفعش، بكره الجمعه وانا بنزل اشتري لحمه الاسبوع كلها مع الواد سيد من الجامعين. لحمه الاسبوع؟ تشكيله الكلاب اللي بتطفحيها لنا لحمه الاسبوع؟ ماشي يا نتاشا، هستناكي السبت. السبت ده اجازه ابويا.